السلام عليكم. هذه إقامة سكنية لمطور عقاري خاص تقع في منطقة سيدي البحر، سيدي علي البحر، بالقرب من مدينة بيجاية. هو يعني نشوف هنا، نلاحظ أنه الفينيسيون ناقصة بزاف في هذا النوع من البنايات، مع أن عملية التشجير في هذا الحي يعني إيجابية ولازم ننوه بها، لأنه هذا التسجيل يعتبر سلعة فريمون يعني رار في أيامنا هذه. إذا نحيي المطور على هذا العملية تاع التسجيل. نشوف الصور. والأمر الآخر هو أنه هذا يعني المجمعات السكنية تبنى قلب البحر، قريبة بزاف البحر، أقل الشاطئ، يعني أمر غير مقبول. يعني لازم نخلي الليتورال، نخلي فيه قانون يحمي الساحل، كاينين لوا اللي تحمي الساحل 1000 متر على الساحل. يا إما تكون فيه مناطق تاع توسع سياحي ديزات، أو تكون تبقى مناطق طبيعية، وذلك للحماية نتاع الشاطئ. المفروض البنايات ما تكونش بهذا الحجم على الساحل الجزائري. والسلام عليكم.